وبعد انتهاء الانتخابات وظهور النتائج بفوز الكتلة الصدرية، أصبح سعيها وبإرشاد قائدها سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله إلى تأسيس حكومة أغلبية وطنية. بهذه الكلمات جدد خطيب التيار الصدري في بغداد حسين الأسدي موقف الكتلة الصدرية المتمسك بالاستحقاق الانتخابي وبتشكيل حكومة أغلبية. ليس هذا فحسب، بل ذهب الأسدي إلى أكثر من ذلك بالقول إن سيادة البلد الناقصة ونظام المحاصصة لا ينسجمان مع طبيعة الدولة بل مع الفساد والفوضى. إن سيادة البلد الناقصة ونظام المحاصصة كلاهما لا ينسجمان مع طبيعة الدولة ولا يتناغمان مع العيش الكريم والكرامة والاستقرار للشعب، وإنما يتناغمان مع الفوضى والخراب والانتكاس والانتكاسة الحضارية. وإن الذي يتلائم وينسجم مع مطلب الشعب العراقي في العيش الكريم هو السيادة التامة وعدم التبعية لا للشرق ولا للغرب، وقيام نظام سياسي منتخب على أساس المعايير الوطنية للمحاصصة الطائفية والعرقية. في المقابل وبعد مرور ساعات من موقف الصدريين، عاد زعيم تحالف الفتح هادي العامري للحديث عن التلاعب بنتائج الانتخابات، مشدداً على أن المفوضية كانت مربكة وأن التظاهرات ليست ضد القوى الفائزة بل ضد إساءة المفوضية لإدارة العملية الانتخابية. من الإدارة السيئة المفوضية العليا للانتخابات المربكة غير القادرة جعلت الانتخابات في مهب الريح. احنا مو قعدنا وشفنا نفسنا خسرانين وقلنا يابا دوروا انتخابات. احنا من اليوم الاول قلنا احنا نخشى ان تدور الانتخابات في كل العالم. انتخابات اما تؤدي الى استقرار ولا سمح الله الا تؤدي الى الدخول في فوضى عارنا لها بداية وسلام. اولا ان المظاهرات ليس ضد احد. المظاهرات مو ضد الفائزين. المظاهرات ضد المفوضية العليا للانتخابات لإدارتها السيئة. وبالتزامن مع تمسك كلا الطرفين بموقفهما، تؤكد المفوضية وفي أكثر من مناسبة أنها لن تخضع للضغوط السياسية وأن نتائج الانتخابات لن تشهد تغييراً كبيراً، رامية الكرة في ملعب الهيئة القضائية للانتخابات والتي من المقرر أن تبت في الطعون خلال 10 أيام. المعطيات هذه وحالة التصدع التي يشهدها البيت السياسي الشيعي يزيد من التعويل على مواقف البيتين السياسيين السني والكردي لحلحلة الأزمة، غير أن ورغم اللقاءات المكوكية التي أجريت في العاصمة لا يزال القادة السنة والكرد يتعاملون بحذر مع حالة القطيعة بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، مراعاة لعرف أن منصب رئيس الوزراء شأن شيعي، على أمل أن يصل الفرقاء لتسويات تمهد لتشكيل الحكومة في المستقبل المنظور.